الآن أسبوع الصلاة العالمي، نود أن نتكلم ولو قليلا عن الصلاة. أول معنى بسيط عن الصلاة إن هي حديث مع ربنا، لكن ده مش كفاية. الصلاة في معناها الأساسي إنها صلة بالله، إنسان يشعر إن قلبه متصل بالله وفكره متصل بالله ويشعر بإنه موجود في حضرة الله. دي اللي هي الصلاة، لأن جايز إنسان بيتكلم مع ربنا وكلامه مش واصل لربنا وكلامه مش مقبول من ربنا. لذلك في المزمور بنقول فلتدخل طلبتي الى حضرتك، يعني يا ريت الصلاة اللي انا بصليها تدخل الى حضرة الله، تصل الى ربنا. فيبقى الصلاة مش مجرد انك انت بتتكلم، الصلاة دي صلة بينك وبين ربنا، ولا بد ان تكون قبل كل شيء صلة قلب، صلة قلب بينك وبين ربنا، لأن ربنا بيشكو من هذا الأمر وبيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. فإذا كان القلب مبتعد عنه بعيدا يبقى ما بقتش فيه صلاة. ولهذا توجد صلوات غير مقبولة زي صلاة العشاء الفريسي اللي كان موجود مع العشار. العشار قال جملة واحدة، ارحمني يا رب فإني خاطئ، وخرج مبررا دون ذلك الفريسي اللي وقف يتكلم كلام كتير. لكن العشار لما قال الجملة القصيرة بتاعته كان قلبه متصل بربنا، كده اعتبرت صلاة. انا يعجبني جدا العبارة اللي قيلت عن ايليا النبي في رسالة معلمنا يعقوب الرسول اصحاح 5، بيقول ايليا كان انسانا تحت الالام مثلنا وصلى صلاة. كان يقدر يقول صلى وبس، لكن صلى صلاة يعني صلى بالصلاة اللي تعتبر انها صلاة حقيقية وتصل الى قلب الله. ما يهمش طولها او قصرها، لكن المهم انها تكون صلاة حقيقية، تكون صلة. عندنا صلاة قصيرة جدا وادت مفعول عجيب، اللي هي صلاة اللص اليمين، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. اهي جملة واحدة ولكن استحق بها الوعد ان يكون معه في الفردوس. صلاة من القلب ولو انها جملة، المهم انها وصلت واستجيبت. اذا الصلاة ليست مجرد كلام وليست قوتها في طولها، انما الصلاة ان قلبك يكون متصل بربنا وقت ما بتصلي.
ولذلك البعض يقول ان الصلاة هي رفع القلب الى الله. ممكن ترفع يديك لكن مش ده المهم، المهم انك ترفع قلبك الى الله فتبقى صلاة. والبعض قال الصلاة هي جسر يوصل بين الانسان وبين ربنا. هذه الصلاة لها فوائد كثيرة جدا. اول فايدة انك انت تشعر بانك موجود في حضرة ربنا، وتشعر بوجود ربنا، وتشعر بربنا في حياتك. لذلك من فوائدها الاخرى استحياء الفكر، يعني فكرك يستحي يخجل انه كان لسه بيكلم ربنا وبعد كده يغلط، فمن الخجل ما بيغلطش. ولهذا فان الانسان المداوم على الصلاة ما يغلطش، لان بيخجل من الصلة اللي كانت بينه وبين ربنا. اما الانسان اللي ما بيصليش فممكن ان حياته يدخلها الفتور، يدخلها الفتور وتبرد، لان ما فيش مصدر الحرارة الروحية اللي هي الصلاة. ده في ناس بينسوا ربنا خالص، لكن تفكرك بربنا باستمرار، ولما تفتكر ربنا تدخلك مشاعر روحية كثيرة. الصلاة عشان تبقى صلاة لابد انها تكون في حرارة داخلية، والحرارة دي بتيجي من الحب ومن المشاعر الموجودة، وتكون مرتبطة بالإيمان. أنا عايز أضرب لكم مثل بسيط، يعني مكسوف أقوله لكن عايز أقوله بس. أدينا كل سنة بنجتمع وبنصلي من أجل وحدة الكنيسة. بنصلي إيه؟ من أجل وحدة الكنيسة. ووحدة الكنيسة ما تمتش. ليه؟ طبعا اسباب كتيرة جدا. لابد ان احنا نصلي بايمان شديد ان ربنا يتدخل. لابد ان احنا نصلي بحرارة شديدة من اجل هذا الامر. لابد نصلي باقتناع كامل. لابد ان نصلي بالحاح مع ربنا وبلجاج عليه، ولابد ان نعمل عملا. صلاة بدون ايمان ما بتجيبش النتيجة. لذلك الكتاب بيقول كل ما تطلبونه وانتم مؤمنون يعطى لكم. كل ما تطلبونه بإيمان. لكن في ناس كتير بيصلوا وما فيش إيمان. علشان صلاتك تبقى صلاة وتشعر بوجود ربنا لابد أن تكون صلاة مملوءة بالخشوع. تشعر أنك واقف أمام ملك الملوك ورب الأرباب. تشعر انك واقف امام الخالق الذي خلقك من تراب. تشعر انك واقف امام القدوس الذي تنكشف خطاياك امامه. تشعر انك انت واقف كما لو كنت امام لهيب نار. تشعر انك واقف امام
الله الذي الملائكة تقف بخشوع أمامه وبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم. لهذا الأمر تملكك الرهبة في الصلاة. من أجل هذا نجد أن الإنسان أول ما يبتدي الصلاة بيسجد إلى الأرض، وفي صلاة باكر بنكرر 3 مرات هلما نسجد. يقول أما أنا فبكثرة رحبتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك، لأن في ناس بيسجدوا كمجرد عادة لكن مش بالمخافة، بيسجد لأن دي وصية لكن مش بالرهبة، مش بالهيبة، مش بالشعور بوجود ربنا. هنا وأعتب على بعض الكنائس التي تسمح بأن الكاهن يدخل إلى الهيكل بحذائه. كتير كنائس بتعمل كده، يخش الهيكل بالجزمة. أين الوقار اللائق بالهيكل؟ أين الهيبة؟ أين المخافة؟ ده في العهد القديم ربنا قال لموسى اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة. وأعتب أيضا على الذين يصلون وهم جلوس. واحد يعمل راسه كده وقاعد على الكرسي ويصلي، قاعد ازاي يا أخ؟ ده انت واقف قصاد ملك الملوك ورب الأرباب، ازاي تصلي وانت قاعد؟ لابد توجد مخافة الله أثناء الصلاة. تقول له اصل انا بحبه واكلمه وانا قاعد. بصراحة احنا ما ولفناش على كده. انا عشت حياتي كلها ما اقدرش اكلم ابي بالجسد وانا قاعد وهو واقف، مش ممكن واحد يتكلم يروح واقف. مفروض يكون نوع الاجلال، نوع المهابة اللي احنا نصلي بيه، تصلي بمخافة الله. كون ان المحبة بتطرح الخوف الى خارج لكن لا تطرح المهابة الى خارج، لا تطرح التوقير الى خارج. الصلاة اللي انت بتصليها من كل قلبك من كل فهمك لابد تركع على الارض، تسجد الى الارض، على الاقل اذا وقفت تقف في خشوع لأنك واقف أمام الله. إيليا النبي قال حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. فلا بد أن تكون الصلاة بخشوع. بالخشوع تشعر أنك في حضرة الله، ولما تشعر أنك في حضرة الله يأتيك الخشوع. الاثنين بيتبادلوا مع بعض. لما ربنا يلاقيك واقف في خشوع، في توقير له، في مهابة للاهوته، في مهابة لأبوته، مش بس مهابة للاهوته، في مهابة للاهوته وفي مهابة لأبوته، حينئذ يشعر ان صلاتك صلاة. كذلك لكي تصلي لله ينبغي ان تصلي له في حب، كما قال المرنم اشتاقت نفسي اليك يا الله كما تشتاق الارض العطشانة الى الماء، عطشت نفسي اليك. متى اقف واتراءى امام الله الحي؟ هل انت في صلاتك بتشعر بالاشتياق الى الله وبالعطش الى الله وبالاحتياج الى الله؟
واحد يقوم من النوم ما يصليش، يقول معلش اصلا مش فاضي، اصلا معادي راح، ما عندوش شعور بالاحتياج لربنا، ما عندوش شعور بالاشتياق الى ربنا، لذلك ما فيش صلة بينه وبين ربنا. يشعر انه في احتياج ان يعمل اعمال كتيرة، في احتياج ان يغسل وشه، وفي احتياج ان يلبس هدومه، وفي احتياج ان يروح لشغله، لكن مش شاعر باحتياج لربنا. تقول طب لو قمت متأخر، اقول لك لو قمت متأخر وانت ماشي نحو الحنفية صلي في السكة، وانت بتغسل وشك قل له امدح علي بسوفاك فاطهر واغسلني فابيض اكثر من السلك، وانت ماشي في السكة صلي، وقبل ما تاكل تصلي، واول ما تقوم من النوم تقول له اشكرك يا رب، اول ما تقوم من النوم تقول له يا رب بارك هذا اليوم. اول ما تقوم من النوم قل له عندما دخل الينا وقت الصباح ايها المسيح لنا فلتشرق فينا الحواس المضيئه والافكار النورانيه ولا تغطينا ظلمه الالام. قول قطع باكر، قول ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتي العالم، قول اي حاجه، اشعر السماء كلها انك انت مشتاق لربنا. تدرب على التدريب الاتي وقول انا عايز انفذه بنعمة ربنا، او يا رب اعطيني ان انا انفذه، هو انك انت تكون الكائن الاول الذي اكلمه في يومي. يعني اول ما اقوم النوم اول واحد اكلمه هو انت يا رب. تدريب بسيط ولو جملتين، دي الصلاة. عشان تصلي صلاة لازم تشعر في أعماقك إنك محتاج للصلاة، لازم تشعر من أعماقك إن الصلاة لذة ليك، لذة لقلبك، لذة لمشاعرك، عشان كده تصلي. لكن لو شعرت بإن ملهاش أهمية سوف لا تعطيها وقتا. اوعوا تصدقوا، اوعوا تصدقوا كلمة ما عنديش وقت. بصراحة الكلام ده مش مظبوط. قول ما عنديش رغبة، لو عندك رغبة هتقدر تدبر الوقت، لو عندك رغبة هتقدر تدبر الوقت. لو انك انت بتحب ربنا هتحب تتكلم معاه، هتحب تصلي، هتلاقي الصلاة ماشية معاك طول ما انت ماشي في السكة، قلبك بيلهج بربنا. امال ايه الآية اللي سمعتوها النهاردة في تسالونيك الأولى إصحاح 5؟ صلوا بلا انقطاع. يعني ايه صلوا بلا انقطاع؟ يعني الصلاة في فكرك، على لسانك، في قلبك، في كل وقت. طب الكتاب بيقول صلوا بالانقطاع، اللي مش قادر يصلي بالانقطاع، على الاقل يصلي في باكر، في المغرب، اثناء النهار، في صلاه، في الصلوات السبع اللي وضعتها لنا الكنيسه. عجيب ان الانسان يشعر باحتياج الى ناس كتار ما عدا ربنا. تقول لها ازاي ده انا كتير قوي بشعر ربنا في اشياء مهمة، طب وبقية الاشياء المهمة؟ يعني مثلا لو جالك مرض تقيل صعب او مرض لاحد اقربائك تقول محتاج لربنا. طب افرض انت مش مريض، لابد ربنا يعني يخبطك بمرض يدوخك ويبكيك عشان تصلي؟ خليها تيجي منك،
تيجي جمايل لوحديك، مش معناها انك انت لو ما مرضتش، لو ما جاتلكش مشكله في حياتك ما تصليش، مشاكل كتير، ده انت تشكر ربنا انه بعد عنك المشاكل. لما تجيلك المشاكل صلي ان ربنا ينجيك منها، وان ما جاتلكش المشاكل اشكر ربنا وقول له اشكرك يا رب ان ما جاتش المشاكل. لكن كون انك تخلي الصلاه بس للامور الصعبه وللمشاكل وللكوارث وللامراض، ما تبقاش بقى صلاه الاشتياق. احسن اكتر نوعين، اكتر نوعين ممتازين من الصلاه، اكتر نوعين ممتازين صلاه الحب التي هي اشتياق الى الله، يليها صلاه التمجيد او التسبيح التي ليس فيها اي طلب، زي ما الصارفين بيصلوا يقولوا قدوس 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 رب السباقوت السماء والارض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لا بيطلبوا ولا بيشكروا ولا بيعترفوا بخطيه ولا حاجه بقى، مجرد تسبيح لربنا تمجيد لربنا. صلاه الحب وصلاه التمجيد دول احسن صلوات. ولذلك السرافيم اللي كلمة سرافيم يعني متقدين بالنار، يرمزوا للحب الإلهي، دول لم يسقط منهم ملك واحد، لأن يرمزوا للحب الإلهي. العروش اللي يرمزوا للحلول الإلهي ما سقطش منهم حد، في ملائكة كتير سقطوا. درب نفسك، درب نفسك انك انت لازم تبتدي يومك بالصلاة ولازم تنهي يومك بالصلاة. تاني حاجة تدرب نفسك عليها انك كل ما تجد نفسك عايز تنهي الصلاة قول اطولها شوية. ما في واحد بيصلي وعايز يخلص بسرعة علشان عنده حاجات اهم، انا اسف من كلمة اهم، في مخه يعني، يبقى عايز يخلص. لكن الانسان اللي بيحب ربنا تختبر محبته لربنا انه كل ما يجي يختم الصلاة يقول لا استنى شوية، من حلاوة الصلاة عنده مش عايز يسيبها. ما هو في واحد تكون بتحبه ولو تطلبه في التليفون وتقعد تتكلم، منين ما عايز تختم المكالمة تلاقي لا عايز اطولها شوية. طب ده انت بتطولها وبتدفع فلوس. لكن بالنسبة لربنا في الصلاة بتكلمه بلاش، يا ايه اللي بتدفعه؟ ولا حاجة. وما بيطلبكش بمكالمة زايدة ولا حاجة. يا ريت تدرب نفسك على انك تبتدي اليوم بربنا، تنهي اليوم بربنا، تدرب انك تطول الصلاة اكتر. عشان كده في صلوات الأجبية ادتنا الكنيسة فرصة ان احنا نطول الوجود في حضرة الله، مش مجرد تطويل، يعني تطويل لازم يكون بقلب وبحب وبفهم. من ضمن الحاجات المهمة في الصلاة انك تصلي بفهم وبعمق. اللي بيقول كلامه هو مش فاهم معناه ما بيستفدش من الصلاة كتير. حاول تخلي صلواتك المحفوظة مجالا للتأمل، وحاول ان كل كلمة تقولها لربنا تقصدها وانت فاهمها، وتتمنى انك انت ما تبطلش الصلاة وتستمر فيها. الصلاة بالنسبة لك ما تبقاش مدفوع إليها دفعا
من الخارج او من الوصية او فرض او غيره مدفوع اليها من قلبك، مدفوع اليها من قلبك. فاكر اول مرة طبعت لكم كتاب وانا اسقف، اول مرة فاكرها بي كان كتاب عن صلاة الشكر المعظم، كان سنة 64، كتاب صغير كده من الكتب بتاعتنا دلوقتي، كنت كاتب في غلافه ان القديسين حينما كانوا يصلون من حلاوة الكلمة في افواههم ما كانوا يريدون ان يتركوها الى لفظة اخرى، يعني كلمة كده بيقولها ومن حلاوتها مستطعمها ومبسوط منها مش قادر يسيبها ويخش في كلمة اخرى. قيل عن الانبا ابراهيم عسكو في الفيوم ان الناس شافوه وهو بيصلي قعد في المزمور 50 يصليه كذا ساعة، كلام كده بيجد فيه حلاوة في قلبه وبيستطعمه في قلبه في ذهنه، عشان كده بياخد وقت. الكلمة مش كلمة بسيطة زي ما احنا نكرر الكلام، لا، اتكرر في الكلام ده على رأي مار اسحاق قال ان حوربت به قل انا ما وقفت امام الله لكي اعد الفاظا. صل بفهم وبحلاوة الصلاة. انا عايز اسألكم سؤال ياريت تفكروا فيه على مهلكم، السؤال ده مش هتلاقوه في الكتب، مش هتلاقوه في اي كتاب ديني، مش هتلاقوه غير في قلبكم، وهو الآتي: ان كنت انت في العالم مش قادر تقضي دقائق او ساعات مع ربنا، طب لما تروح الأبدية تقعد مع ربنا تعمل ايه؟ ايه اللي هتعمل انت قاعد في الأبدية؟ اذا كنت ما تمرنتش انك تكلم ربنا هنا، ومنين ما تكلم ربنا تزهق وعايز تنهي الصلاة، امال لما تروح في الأبدية وتقعد مع ربنا بعد شوية تقول له انا زهقت يا رب وديني في حتة تاني، ايه هتعمل ايه يعني؟ بصراحة انا بسألكم فكروا فيها وقولوا لازم نتمرن عليها في الارض عشان لما نروح فوق نجد لذتها في قلوبنا وفي افكارنا. لازم الواحد يجد لذة في الصلاة، يعني انت الوقت بتتمرن على الصلاة وبتتمرن على طول الصلاة وبتتمرن على الفهم في الصلاة والعمق في الصلاة والحرارة في الصلاة والإيمان في الصلاة، طب عايزك تتمرن على لذة الصلاة، ولما تتمرن على لذة الصلاة هتلاقي الطول بتاعها جه لوحده والعمق بتاعها جه لوحده والفهم بتاعها جه لوحده. الملائكة بيشعروا بلذة الوجود في حضرة ربنا، يعني خد واحد زي موسى النبي اللي قضى 40 يوم مع ربنا على الجبل، لولا انه كان واجد لذة في الوجود مع ربنا، يعني كان الأربعين يوم دول طالوا عليه، وكان قال له ربنا اسمح لي بقى شوية انزل عند جرباتي واصحابي، مش ممكن. ده هو شعر بلذة، عارفين لما واحد بيشعر بلذة الوجود في حضرة الله حتى لو ما كانش يتكلم. الشيخ الروحاني بيقول سكت لسانك لكي يتكلم قلبك وسكت قلبك لكي يتكلم الله، يعني لذة الصلاة ان يجي وقت عليك
انت بتصلي وتكلمت وبعدين لو صمدت شوية تشعر بصوت ربنا في داخلك، صوت ربنا في ذهنك في قلبك، وتقول له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. طبعا دي درجات مش لكل حد، لكن اللي بيخش في حلاوة عشرة ربنا بيسمع صوت ربنا داخل قلبه وإرشاد ربنا داخل قلبه. يا ريت نتمرن على الصلاة زي ما التلاميذ قالوا للسيد المسيح علمنا يا رب أن نصلي. القديسين بيقولوا كلمة كويسة، بيقولوا تتعلم الصلاة بالصلاة، تتعلم الصلاة بالصلاة. يعني كل ما تصلي كل ما تلاقي قلبك اتعلم ازاي كيف يصلي، اتمرن عليها، اتمرن عليها بعمل الروح داخل قلبك يمرنك انت ازاي تصلي، ازاي تكلم ربنا، ازاي تكلم ربنا. احنا لما بنصلي بالمزامير بنتمرن ازاي نكلم ربنا بكلام ربنا، لان المزامير قالها داود بالروح بإيحاء من الروح القدس، فيبقى كأن بنكلم ربنا بكلام ربنا. ومع ذلك في المزامير بنقول له علمني يا رب طرقك، فهمني سبلك، عرفني ازاي اكلمك. في المزامير بتتعلم ازاي تكلم ربنا. لما يجي واحد يقول ليه نصلي بالمزامير، ما انا اصلي من قلبي وبس، اقول له قلبك لسه بدري عليه، ده انت انسان مبتدئ. علم المزامير قم تعرف ازاي راجل عميق زي داود النبي باي لغة كان بيكلم الله، باي اسلوب كان بيكلم ربنا، باي معاني كان بيكلم ربنا، ايه نوع الكلام مع ربنا يكون ازاي. اتعلم الصلاة من اجل نفسك، اتعلم الصلاة من اجل الكنيسة، اتعلم الصلاة من اجل جميع كنائس العالم، اتعلم الصلاة من اجل بلدك، من اجل احتياجات الناس، من اجل مشاكل الجمهور كلها. خليك القلب الواسع اللي يتسع لاحتياجات جميع الناس. اقف كده وقول له يا رب خلي بالك من فلان ومن فلانة ومن الحتة الفلانية والحتة الفلانية ومن البلد الفلانية ومن البلد الفلانية. ده مرة الجرائد قالت على ملاوي دي مدينة الأشباح، طب ما تصلي شوية من أجل مدينة الأشباح دي اللي ربنا يرفع عنها الإشكال اللي هي فيه. ولا أنت بتقرأ الكلام ده وكأنك ما قريتش. صلي من أجل كل الذين هم في حاجة، صلي من أجل الذين ليس لهم أحد يذكرهم. هدينا استقبلنا خدام المعوقين ذهنيا، ما نصلي من أجل المعوقين ذهنيا. عشان كده الكنيسة في القداس الإلهي تلاقي طلبات من أجل حاجات كتيرة جدا، من أجل أنواع من الناس كله. بنصلي من اجل المرضى، وبنصلي من اجل الذين انتقلوا من العالم، ده احنا بنصلي حتى من اجل الزروع والعشب، وبنصلي من اجل اهوية السماء، وبنصلي من اجل الامطار، وبنصلي من اجل الخدام، ومن اجل قادة الكنيسة، بنصلي من اجل الكل. يا ريت قلبك يحن على الكل وتصلي من اجل الكل. حتى ربنا لما يلاقيك بالشكل ده يقول لك انا مبسوط من قلبك الحنين، انا كمان هبقى حنين عليك. امال ايه؟ بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم الوزان. لذلك مره كنت اتكلم عن الكاهن كوكيل لله. عباره وكيل لله دي موجوده في تيتوس اصحاح واحد، ليكن الأسقف بلا عيب كوكيل لله، وموجودة في كورنثوس الأولى 4:1.
كخدام للمسيح وكلاء اسرائيل هي. المهم قلت الكاهن ده له صفتان من الوكالة. ازاي صفتين؟ وكيل لربنا على الارض يبلغ وصايا الله للناس، ووكيل عن الناس امام الله يبلغ احتياجات الناس الى الله. فهو وكيل عن الله ووكيل عن الناس، زي الملائكة اللي بيصعدوا ويهبطوا على سلم يعقوب. طالعين ونزلين بين الله والناس. ايه اللي بتعمله انت عن الناس؟ ايه قلبك الحنين اللي يقف قصاد ربنا ويقول له يا رب انا عايز تدخلك في امور الناس مش عارفة تتدخل فيها ابدا، كل علم الناس مش قادر عليها وكل ذكاء الناس مش قادر عليها، اريد ان اكلمك من اجل الامراض المستعصية، عايز اصلي من اجل الناس اللي عندهم سرطان، اصلي من اجل الناس اللي عندهم فشل كلوي، اللي عندهم فشل في الكبد، اللي عندهم امراض ما قدرش عليها العالم لغاية دلوقتي، تحنن عليهم يا رب واديهم نعمة من عندك. ناس كتير محتاجين للصلاة. تصوروا لما يكون واحد عيان والاطباء مش نافعين معاه، واقول له يا رب ادي عدة الاف من الناس هتصلي من اجل الرجل ده. صلاة يعني صلاة، مش نقعد وجنة يا رب خلي بالك من الرجل ده وبس وتجري، لا، بإلحاح، بقلب، بقلب، قلبك هو اللي بيصلي، مشاعرك كلها اللي بتصلي. امال الصلاة تبقى ازاي؟ في حاجات كتيرة من اجل الصلاة. يا ريت تخلف صلاتك انك تصلي من اجل البطالة اللي موجودة في العالم، البطالة اللي موجودة عندنا، الناس اللي اتخرجوا مش لاقيين شغل، ما نصلي من اجلهم نقول يا رب شوف لهم شغلانة. انتوا مش هتلاقوا موضوع للصلاة؟ ده انتوا لو قعدتوا تفكروا في الحاجات دي كلها تلاقوا الوقت مش مكفيكم وانتوا بتصلوا، تلاقي لسانكم اتدرب على الصلاة، تلاقي لسانكم اتدرب على الصلاة، تلاقي احتياجات الناس في قلبكم وفي فكركم وفي لسانكم وفي صلواتكم. ادي الانسان اللي عايز يصلي لكن يقف كده ويقول مش لاقي وقت، مش لاقي وقت. طيب شوف بقى، ما اللي انت مش لاقي وقت شوف مين هيساعدك وشوف مين اللي هيعينك وشوف مين اللي يحل لك اشكالاتك. الصلاة هي التلذذ بالله. يا ريت تحفظوا العبارة دي، الصلاة هي التلذذ بالله، دي موجودة في المزامير. الصلاة هي عشرة الله، الصلاة هي التمتع بالله. تقول لا انا مش فاضي اتمتع، عن اذنك انا عندي شغلانة تاني. طب خليك، هو ربنا يعني لو انت ما صليتش السماء بتاعته هتبطل شغل؟ السماء هي السماء والملائكة ملائكة والدنيا مليانة، لكن انت لما بتصلي انت اللي بتستفيد. قل له يا رب انا لما بصلي انا بستفيد، انا بدور على فايدتي عشان كده بصلي، فايدتي الروحية مش بس الطلبات المادية.
كنت مرة كنت شاب صغير وواقف في بيتنا كده، وبعدين بصيت لقيت ولد بينقي في الزبالة اللي في الشارع، بيشوف فيه في الزبالة حاجة تتاكل ولا لا. لقى حبة سوداني مش مقصر، لدرجة كده الواد عام بيفكر في الزبالة على سودانية مش مقشرة. هقول لهم لما تاكلوا برتقان في البيت ما تاكلوهوش كله، سيبوا برتقانة او اتنين ارموهم في الزبالة. هيجي الزبال ينقي يلاقي برتقانة يفرح بيها جدا وياخدها ينضفها ويقشرها وياكلها. من يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيسلف ربنا، وربنا يرد له السلفة امتى؟ اما في حياته على الارض ربنا يكفه ويكثر امواله، وزي ما بيقول افتح لكم قوة السماء، او برضو يكفه في الابدية، اكنزوا لكم كنوزا في السماء.